قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لدى اجتماعه المنعقد يوم أمس الجمعة 16 جوان 2023 الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير في مستوى 8%، واعتبر المجلس أنه التوجهات الحالية للسياسة النقدية من شأنها أنها تساهم في دعم انفراج التضخم خلال الفترة المقبلة. وتشير التوقعات الأخيرة للبنك المركزي التونسي بأن التضخم سيستمر في التراجع تدريجيا خلال الأشهر القادمة، وأن المخاطر التصاعدية المحيطة بهذا المسار ستظل مرتفعة نسبيا. اطلع المجلس على التخفيض الأخير للترقيم السيادي لتونس اللي أجرته في 9 جوان 2023 وكالة الترقيم فيتش رايتينج، وحذر من تأثير هذا التخفيض الجديد على قدرة تونس على تعبئة موارد خارجية بشروط مقبولة وعلى سلاسة التسويات مع الخارج. ويعتقد المجلس بأنه الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية في مستواها الحالي باش يواصل دعم مسار تخفيض التضخم خلال الفترة المقبلة للرجوع به إلى مستويات مستدامة. واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي التونسي التطورات الأخيرة على صعيدين الاقتصادي والمالي وأفاق التضخم، وأشار البيان اللي صدر على البنك المركزي بأنه المعلومات الأخيرة على الصعيد الدولي تشير إلى استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتضخم، إذ ازدادت المخاوف إلى حد ما بشأن تراجع النشاط في أهم البلدان جراء دخول اقتصاد منطقة اليورو في حالة ركود فني خلال الربوع الأول من سنة 2023، وعلى عكس بنك الاحتياطي الفيدرالي اللي أقر هدنة في مجال التجديد النقدي لدى انعقاده بتاريخ 13 جوان 2023. واصل البنك المركزي الأوروبي دورة التجديد وقرر يوم 15 جوان الحالي الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية ب 25 نقطة أساسية لتبلغ 4% للعمليات الرئيسية لإعادة التمويل، و 3.5% لتسهيلات الإيداع، و 4.25% لتسهيلات القرض الهامشي، مع التعبير عن تصميمه على ضمان عودة التضخم في أسرع وقت ممكن إلى مستواه المستهدف على المدى المتوسط وقدره 2%. بالنسبة للصعيد الوطني بلغ النمو الاقتصادي 2.1% بحسب الانزلاق السنوي خلال الربوع الأول من سنة 2023 بعد تسجيل 1.8% في الثلاثي السابق، واستمر السير الجيد للصناعات التصديرية وانتعاشة القطاع السياحي والأنشطة اللي عندها صلة في تدعيم النمو الاقتصادي، إلا أنه الأداء السيء للصناعات الاستخراجية قد يواصل أو تواصل يعني في بداية سنة 2023، وهذا محرم الاقتصاد من موارد إضافية هامة بالعملة الأجنبية. وعلى مستوى القطاع الخارجي لاحظ المجلس تواصل التقلص التدريجي للعجز الجاري اللي بلغ 2.2 يعني إلا سلبي يعني سالب 2.2% من إجمالي الناتج المحلي في موفى شهر ماي 2023 مقابل سالب أو 4.6% قبل سنة كاملة. ودعم هذا المسار بتراجع العجز التجاري مقابل يعني في حدود 8.102 مليون دينار مقابل 9.930 مليون دينار في موفى شهر ماي 2022، رغم تفاقم مع عجز ميزان الطاقة إلى 4.684 مليون دينار، أي بقرابة 58% من العجز الجملي، وبتحسن المقابيض السياحية ومداخيل الشغل من جهة أخرى، وتحسن مستوى احتياطات الصرف ليبلغ 22.8 مليار دينار بتاريخ 14 جوان 2023، أي ما يعادل 97 يوم من التوريد بفضل تعبئة القسط الأول للقرض المحصل من البنك الأفريقي للاستيراد. نحب نقول هوني بأنه
أخبار جيدة جدا، على خاطر منذ فترة قليلة جدا أيام التوريد بلغت 91 يوم. المرة هذه البنك المركزي يعلن على 97 يوم من التوريد، وهذا رقم إيجابي فرح برشا. والإجراءات اللي أعلنهم وأنه باش يبقي على نفس الفائدة المديرية، ما هوش باش يزيد يرفع فيها، وبعض الإجراءات الأخرى هذه كلها من شأنها أنها تساهم. أول حاجة ما معناها المواطن ما يحسش بغلاء أكثر وبشطات أكثر، واللي عندهم قروض خاصة الناس بالفائدة المديرية ما تمش زيادة فيها، بالتالي ما همش بشي يتمسوا. وهذه قرارات يعني إيجابية وإيجابية جدا. إذن 97 يوم توريد بعد ما تراجع الحدود 91 و92 و93 في الفترة الأخيرة، في تقريبا في شهر أفريل اللي فات يعني. هذه معطيات رسمية انشرها البنك المركزي التونسي البارح الجمعة. وأرجع البنك المركزي هذا التحسن إلى تعبئة القسط الأول للقرض الممنوح من البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير. وللإشارة فإنه مجلس النواب الشعب كان صادق نهار 1 جوان 2023 على قرض بقيمة 500 مليون دولار، تقريبا بالتونسي عادلوا 1530 مليون دينار، منحوا البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير لفائدة تونس لتمويل ميزانية الدولة. وشفنا كيفاش فما لهوني برشا ناس تقول هذا الكل تدين وتونس لازمها معاش تدين وكل شيء. إيه صحيح معناها تدين، وفما ناس قالت هاو المجلس النواب أول حاجة عملها مش هي صادق على قرض. إيه بقى خاطر في 10 سنين اللي فاتوا معناها قروض ما مشيتش في بلاصتها، القروض معناها ما كانت تجي باش تخلص قروض أخرى، ما كناش ناخدوا قروض باش نعملوا استثمار وننجو ويرجع روحه معناها كل القرض ذاك، كنا لا ناخدوا قروض ما نحكموش تصرف فيها، نخلصوا بها قروض أخرين اتسيتيرا. دونك اليوم تونس أمام تحدي، يا إما باش تجاري الامور بالموجود وتحاول انها تخلص معناها اللي عليها، او انها باش تلقى روحها عاجزه على السداد. بالتالي القرض هذايا اللي صادق عليه البرلمان هو ضروره وضروره قصوى، ما عندنا حتى حل فاند كونت. الحل مش باش يجي في نهار وليله، الحل يتطلب شويه وقت. القرض اللي صادق عليه يعني مجلس النواب هذاك هو اللي لازم ما يصير. برشا الناس انتقدت هذايا، ولكن ان شاء الله على مدى قريب، على مدى متوسط، على مدى بعيد تتحسن الامور ونولوا وقتها معناها نحكيه على الانتاج والانتاجيه. وشفنا تحركات رئيس الجمهوريه قيس سعيد خاصه في مجال قطاع الفوسفات، الصرح الجزائي، الشركات الاهليه، الاموال المنهوبه، الاملاك المصادره، هذوما وبرشا حاجات اخرين ان شاء الله يخلقوا الثروه والنمو.